الشوط. رومارينيو، مروان الصحفي، هي الأصناف التي تدافع. الاتحاد يريد العودة من بعيد وهو الذي يجيد هذا الأمر جيدا. حوارات في وسط الحوارات بينما الاتحاد هنا من الطرف الأيسر، كوليبالي لمسة بعد ذلك عن طريقية مروان الصحفي إلى فيصل غامدي بينية، لكن كوليبالي وصلت الكرة في المنتصف تمريرة، لكن كوليبالي غطى، كوليبالي ثقة فيها في لمسة تمريرة إلى أحمد الغامدي، هنا في كرة الغامدي في خطك عند حارس المرمى محمد العويس، تمريرة باتجاه خليدو. تعلو أصوات جماهير الكورفا جولد هنا في هذا اللقاء. عند كرة خليدو كوليبالي، وقبل دقيقتين من نهاية الوقت المحتسب وصلت الكرة في الوسط، عادت الكرة مرة أخرى. تاريخا كبيرا على الصعيد العالمي الهلالي بالنسبة لهذا الموسم، معيوف مدلل على العليان، لدينا لويس فيليبي، أحمد حجازي، فواز الصبور، لركنية ستنفذ، اتحادية ستلعب، منقولة كرة عالية بالرأس، عبد الرزاق، نيفيس دائما في كل مكان، الكرة بتعود لمصلحة الهلال. رومارينيو إلى حمد الله، تمريرة بعد ذلك إلى زكريا وإلى مروان كانو، كوليبالي، كوليبالي في ترفع بعد الهدف. الاتحاد الذي ضغط في البداية والذي كان في الاتحاد أمام غريم الهلال، ركلة ركنية تنفذ، الراسية الغامدي في كرة مروان، عند كرة كوليبالي هنا بالسلامة دفاعية. فريقان في عالم كرة القدم، إن كانت المحلية هناك كدا إيقاع والسيطرة والاستحواذ مثل ما حدث في مباراة، عودة إلى الخلف من جديد عن طريق خليدو، كوليبالي يرسل الكرة.